مساء الخير عليكم، كل سنة وانتم طيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم، كل سنة وانتم طيبين، اخواني وزملائي اطباء الاسنان، الطلبة الجميلة، الطلبة بتاعتي في كلية طب فم والاسنان جامعة القاهرة، زملائي من جميع البلدان العربية، اشكركم على وجودكم معانا هنا في اللايف بالنسبة لمحاضرة النهاردة. طبعا سؤال من دكاترة زملاء كتير جدا قابلونا خلال الفترات اللي فاتت، كانوا بيسألوني على الشيد سيلكشن وإيه المشاكل اللي بتقابلنا في الشيد سيلكشن، إزاي نقدر نعمل سوتشنج، إزاي نقدر الشيد بشكل سليم. أنا في فاكت أو سيراميك تايب extraction techniques عن الشيد reproducibility. طبعا هي او المحاضره بتاعت النهارده دي المفروض هي على الجزء الاول، بنتكلم فيه على الجايدلاينز فور شيد ماتشنج، والجزء الثاني المفروض بنتكلم فيه على السيراميكس وانواع السيراميكس وازاي نقدر نعمل شيد reproducibility على السيراميكس المختلفه بالديفرنت ماتيريالز زي الجلاس سيراميكس او زي البوليكريستالاين سيراميكس. الديفرنت مانيفاكتشرز، هل الديفرنت مانيفاكتشرنج تكنيكس بتفرق معانا في الشيد ماتشنج ولا لا؟ كل دي اسئله كتير بتدور في بالنا، علشان كده حبيت ان انا احط الجايد لاينز، الطرق المختلفه اللي بنفكر بيها او نقدر نعمل بيها شيد سيلكشن بشكل سليم. زي ما احنا عارفين كويس جدا ان الشيد ماتشنج ده من المشاكل الكبيره اللي بتقابلنا كلنا كاطباء اسنان في عياداتنا في جامعاتنا مع الحالات بتاعتنا، وخاصه لما بتكون بتعمل شيد ماتشنج او شيد سيلكشن لحاله فيها سنترال او فيها لاترال او فيها ميسنج سنجل توث او سنجل يونت فينير. الحاجات دي كلها من المشاكل اللي بتقابلنا، وخاصة في الانتيريور كيسز، زي ما اكتر كمان ما بتبقى في بريمولر او مولر ريجن. علشان كده هنبتدي نتكلم النهاردة بشكل مستفاض شوية وبشكل عملي وتطبيقي، علشان برضو معانا ستودنتس ومعانا ناس اندر جرادز وبوست جرادز، فالموضوع ان شاء الله يبقى سيمبل وان شاء الله يبقى فيه فايدة لكم. مبدئيا طبعا دي الاي ال اوز بتاعتنا النهارده، هنتكلم بشكل عملي اكتر على البارامترز فور شيد سيلكشن والفاكتورز افكتنج الكالر بيرسبشن. يعني مش هتكلم قوي في الاي ال اوز دلوقتي، خلينا يعني ناخد فكره سريعه كده على اللي احنا هنتعلمه النهارده او هنستفاد بيه النهارده. هنعرف حاجه في المونسل كالر سيلكشن او المونسل كالر سيستم، حاجه بنسميها البارامترز فور كالر ماتشنج اللي بنسميها الهيو والكروما والفاليو، او بمعنى اصح الترتيب الصح بتاعها هو الفاليو الاول ثم الكروما ثم الهيو. وكلنا يوم لما تعلمنا يعني ايه كالر او تعلمنا يعني ايه كالر ماتشنج، اول حاجه اتعلمناها هي البارامترز الثلاثه دول اللي هما الفاليو والكروما والهيو. يعني ايه فاليو؟ يعني الداركنس او اللايتنس اوف ذا كلر، يعني الكلر بتاعي ده او اللون بتاعي للجراي اكتر ولا ميال للوايت اكتر، هل هو ميال للبلاك ولا ميال للايت اكتر. فده ملوش اي انواع الالوان اللي موجوده ايه، ولكن هو ليه علاقه اكتر بنيجاتيف، كانك بتتفرج على فيلم ابيض واسود كده، فالفيلم عباره عن ابيض واسود مفيش فيه اي الوان خالص في قط، فبالتالي انا بقول لك هو عنده هاي فاليو او لو فاليو. يعني الفيلم بتاعي او اللون بتاعي ميال للفتحان اللايتنس، اقول لك لو فاليو، بقول لك اللايت بتاعي او يعني الداركنس. لما الكروما والكروما دي saturation of the color او اللون، هل اللون بتاعي ده احمر ولا فاتح، فهل هو ده بتاعته عاليه saturation بتاعه عالي saturation بتاعه قليل. الهيو وده ليه علاقه اكتر بمسالون، هل هو بلو يلو جرين
ريد هل هو واحد من المسميات دي، ولذلك ده مسمى الهيو، ده اللون بتاعه. اوكي، دي المسميات عشان نرتب قواعد نتكلم اصلا على الكالر، لازم ابقى فاهم ايه هو الكالر وتقسيمته ماشيه ازاي والبارامترز اللي بتاثر فيه. لو جينا نشوف صوره زي ما احنا شايفين في الصوره اللي قدامنا دلوقتي، هي صوره لو كده احنا البالون اللي قصادنا ده، الصوره مقسومه لنصين، نص في الوان ملون وثاني نيجاتيف ابيض. فاحنا لو جينا بصينا على النيجاتيف ابيض واسود، هنلاقي ان في بعض الوان ممكن تكون قريبه من بعض جدا ولكن هي مش نفس اللون، يعني ممكن الازرق والاحمر يبقوا قريبين من بعض شويه في الفاليو، الداركنس او الوايت، ومش قريبين من بعض فين في درجه الهيو. اوكي، ولذلك دي برضو من الفاكتورز اللي بتهمني جدا في اختيار اللون. لما اكون بختار اللون بتاعي، المفروض ان اللون اللي بختاره اختاره اولا على اساس الفاليو، على اساس درجة الداركنس او بتاع الكالر، اولا على اختيار الهيو او اختيار اللون، هل هو ميال لليلو او الجرين او الاورنج. لا، انا بختار الاول هل هو ميال للجري ولا اللايت الوايت. ده خلينا نفهم ونحفظ كويس، لان احنا لما نيجي نعمل كالر سيلكشن اكشن هنفهم اختيار ماشي ازاي، وهرجع اقول لكم فاكرين في اول سلايد احنا كنا بنتكلم عن ايه. طيب، في فاكتورز بتاثر على الكالر بيرسبشن، من ضمن فاكتورز اللي بتاثر على الكالر بيرسبشن هي ثلاثه فاكتورز اساسيه. الثلاثة الأساسية دي هي اللايت سورس، الأوبجكت، الأوبزرفر اللي هو اللي هيختار، اللي هو الدنتست طبيب الأسنان اللي بيختار اللون. اللايت سورس، هل اللايت سورس بتاعي ده اللي هو سورس انكانديسنت، لون اللون الأورنج أو لون الورم، ولا اللايت فلوريسنت، هل هو ميال او اللي هو زي النور النيون او فلوريسنت، هو داي لايت اللايت طبيعي شمس، اللايت سورسز المختلفه. الاوبجكت الحاجه اللي احنا بنختار على اساسها، يعني انا مثلا او اختار شيد بتاعي، المفروض يكون بختار شيد على لتوث، بختار شيد لتوث ستامب للبريباريشن بتاعت، بختار الانام، فكل واحد من دول بيبقى ليه شيد ماتشنج مختلف. اوكي، طيب تعالوا، في بعض الحالات هنقابل مشكله ساعدنا كده في الكيس سيلكشن او في الكالر ماتشنج، زي الحاله اللي قصادنا دي، دي كيس بنحاول نعمل لها الشيد ماتشنج، ولكن في الكيس يعني الشخص اللي بيعمل لها كولر ماتشنج ابتدى يعمل دراينس، اكسسيف دراينس قبل ما يعمل الشيد ماتشنج بتاعه، وبالتالي البيشنت ده اللون او الفاليو بتاعه الاباتمنت بتاعتي بقت هاي فاليو، يعني اللون بتاعها بقى ميال لللايت اكتر، فبالتالي الحاله بتاعتي وانا بعمل لها شيد سيلكشن الشيد عمره ما هيبقى مظبوط، لان انا هنا عملت اكسس او سيفير او اكزاجريتد دراينس وديسيكيشن قبل الكالر ماتشنج، انا عملت سيفير ديسيكيشن. بالنسبه للدكاتره بس اللي بتسال على الصوت، هل الصوت كده تمام؟ الصوت كده تمام؟
الدكاترة سامعيني كده الصوت كده تمام ولا في مشكلة لسه؟ طيب تمام. يبقى اذا وانا بعمل كيس سيلكشن او بعمل شيد سيلكشن للحاله بتاعتي دي، انا هنا مش المفروض ان انا اعمل اكزاجيريتد دراينس او اكزاجيريتد ديسيكيشن للحاله قبل ما اعمل شيد ماتشنج. المفروض ان انا اخلي التوث ويت تماما، وده الكونديشن الطبيعي للتوث ستراكشر في الاورال كافيتي. الكونديشن الطبيعي ان الاباتمنت بتاعتي تبقى ويت، ما تبقاش اكسسيفلي دراي وانا بختار الشيد. وبالتالي حتى واحنا بنختار الشيد في الحالات بنعمل some sort of wetness، بنعمل زي wetting بسيط جدا للشيد جايد وانا بختار او بعمل شيد ماتشنج قبل ما اختار الشيد، لان الطبيعي الكونديشن بتاعت الاورال كافيتي كلها بتبقى ويت، ما تبقاش دراي. وبالتالي انا لو عملت دراينس زي الحاله اللي قصادنا دي، الفاليو هتزيد جدا، يعني هتبقى مياله لللايت اكتر، وده مش طبيعي. كده انا غيرت الشيد او انا بحول الشيد لمور لايتر بفاليو اعلى من الفاليو الطبيعي. المشكله الثانيه اللي بتقابلنا برضو في معظم الحالات ان البيشنت اللي بيجي عشان يختار الشيد او نعمل له شيد ماتشنج، البيشنت بتكون يعني ان فول ميك اب في بعض الحالات، فبتبقى الدنيا كلها الوان كتير جدا، وده نوع من انواع الديستراكشن اللي بيحصل للاوبزرفر او للدنتست اثناء الشيد ماتشنج. المفروض واحنا بنعمل شيد سيلكشن او شيد ماتشنج ما يبقاش فيه اي سورس اوف ديستراكشن وانا بختار الشيد، فبالتالي ما يبقاش فيه اي كولرز اكسسيف من البيشنت، سواء ليبستكس او سواء ميك اب، ما يبقاش فيه السيلينج نفسه او الالوان بتاعه الغرفه اللي انا موجود فيها تبقى فيها الوان كتير جدا. لا، احنا بنميل حتى في العيادات بتاعتنا ان الوان السيلينج بتاع الحيطان وبتاع الغرفه تكون ميالة للألوان النيوترال زي البلو اللايت بلو أو زي اللايت جراي، الألوان اللي هي نيوترال اللي هي ما تعملش ديستراكشن وما تأثرش على الشيد سيلكشن. طيب أنا عندي في الماركت أنواع كتير جدا جدا من الشيد جايدز اللي موجودة، وبالتالي الشيد جايد اللي احنا عايزين نختار بيه هيكون أي نوع من أنواع الشيد جايدز اللي موجودة دي. عندنا حاجه اسمها ناتشرال داي شيك جايد، وده بنختار بيه لون التوث ستامب، لون التوث ستامب، لون التوث بريباريشن بتاعتي، انا مش بختار بيه لون الكراون. طب هنعمل ايه بيه؟ هنشوف فيديو نفهم فيه ازاي بنتعامل مع الناتشرال داي شيك جايد. وعندنا حاجه اسمها 3 دي ماستر شيك جايد، وعندنا حاجه اسمها الفيتا كلاسيك شيك جايد، وعندنا حاجه اسمها جينجفيل شيد جايد. كل دي شيد جايدز مختلفه لماتيريالز مختلفه. الكلام ده انا بقوله ليه؟ عشان هنعرف بعد شويه ان كل ماتيريال ليها شيد جايد مختلف، وبالتالي لما انا بختار الماتيريال اللي انا عايز اشتغل بيها يبقى هختار الشيد جايد اللي انا هشتغل بيه مع الماتيريال دي. ما ينفعش حضرتك تبقى عايز تعمل اي ماكس كراون وتفاجئ انك جايب شيد جايد بتاع الكومبوزيت، او جايب شيد جايد بتاع البورسلين اللي هو 3 دي ماستر، او جايب شيد جايد بتاع زيركونيا، او العكس لو انت عايز تعمل زيركونيا ما ينفعش ان حضرتك تجيب شيد جايد بتاع اي ماكس تختار بيه. ليه؟ لان انا ببساطه لما اقول لك عايز اشتري مثلا عايز اشتري حرير، هل هقول لك خد قطعه القطن او القماش دي هات لي نفس اللون بتاعها، ولا هات حرير شبيه بالحرير اللي انا بديهولك ده عشان تختار نفس اللون بتاعه؟ يبقى انا لازم ادي لك ماتيريال مشابهه للماتيريال اللي انت هتشتغل بيها علشان ما يبقاش في حاجه اسمها ميتاميريزم، او ما يبقاش في حاجه اسمها كولر ميس ماتش اللي احنا هنتعلمه لسه ونعرفه ان شاء الله. دي كلها شيك جايدز مختلفه لشركات مختلفه بنتعامل بيها، زي زيركونيا شيك جايدز وده بتاع بريتاو زيركونيا اللي هو هنشوفه بعد شويه. هنشوف في عندنا حاجة اسمها جينجفل شيد جايد اللي هو زي ما انتم شايفين كده على الشمال فوق، اللي هو في ألوان مختلفة according للجينجفل كولر. عندنا الفيتا كلاسيك شيد جايد و 3 دي ماستر شيد جايد. طبعا من أكتر الشيد جايدز اللي احنا بنشوفها وبنتعامل بيها هو الفيتا كلاسيك شيد جايد،
وده متقسم ل A B C D groups. ال A group وده بيمثل ال red yellow group، وال B group بيمثله ال yellow، وال C group بيمثله ال gray، وال D group بيمثل ال gray red yellow color. فإذا أنا لما بختار الشيد بتاعي المفروض إن الشيد اللي أنا بختاره واحد من الجروبس المختلفة دي according للcolor perception اللي أنا عايزه. ولكن هنا في مشكلة، إن ترتيب الشيد جايد ده مترتب according للألوان اللي هي بقى أي واحدة في الcolor parameters اللي احنا اتكلمنا عليها في الأول. احنا قلنا عندنا ثلاثة color parameters، قلنا عندنا حاجة اسمها الفاليو والكروما والهيو. هو الشيد جايد اللي قدامنا ده مترتب according لأي parameter احنا اتكلمنا عليه؟ ده مترتب according للهيو parameter، according لاسم اللون، مسمى اللون. طب الكلام ده صح ولا غلط؟ لا الكلام ده غلط جدا. ليه غلط جدا؟ لان احنا اتفقنا ان الشيد جايد بتاعنا المفروض يكون مترتب according للفاليو اللي هي اللايتنس او الداركنس. وبالتالي لما نيجي نشوف الشيك جايد اللي قصادنا دلوقتي اللي هم 16 لون اللي قصادنا دلوقتي، دول كده حاليا متقسمين اكوردنج للفاليو. تمام، الفاليو مقسمه لي الشيك جايد من ال A1 لحد ال C4. الترتيب ده اكوردنج للفاليو، من افتح لون اللي هو الهايست فاليو اللي هو ال A1 لللوست فاليو اقل لون في الفاليو اللي هو C4 في اخر الشيك جايد. تعالوا نشوف الشيك جايد ده مترتب ازاي. A1 B1 C1 A2 B2 D2 A3 C2 D3 D4 A3.5 B3 B4 C3 واخيرا ال A4 وC4. اذا من الشيك جايد اللي قصادي ده ال A4 يعتبر هو اغمق لون عن ال D4. يعني لو قارنت بين ال D4 وال A4 وجيت قلت لك هو مين افتح، مين الفاليو بتاعته اعلى، ال D4 ولا ال A4؟ انت منطقيا لوجيك كده هتقولي لا ده ال D4. هقول لك لا، ال D4 ده ترتيب للهيو لاسم اللون اللي هو الجراي يلو اورنج. ولكن لما اقول لك اكوردنج للفاليو، لا ده الاي 4 هو اغمق لون، هو الهايست اللوس، انا اسف اللوست فاليو، هو اقل لون في اللايتنس. يبقى ده الترتيب المنطقي اللي احنا المفروض نرتب بيه الشيك جايد بتاعنا. لو اي حد فيكم دلوقتي معاه شيك جايد فيتا كلاسيك والمفروض بيختار بيه الشيد للحاله بتاعته، اول لما يخلص على طول النهارده اللايف يرتب الشيك جايد بتاعه اكوردنج للشكل اللي قصادنا ده، اكوردنج للالوان او الترتيب ده. اوكي، طيب في بيبرز كتير وفي ريسيرش ورك كتير اتعمل للايجنج للشيد جايد. يعني احنا دلوقتي عايزين نعرف الشيد جايد بتاعنا ده هل ممكن يحصل له ايجنج باي تايم، هل ممكن يتغير اللون بتاعه، هل ممكن يحصل ايفكت باي تايم او باي ايج على اللون نفسه بتاع الشيد جايد. طبعا بقابل دكاترة كتير جدا اثناء الشيد سيلكشن بعد ما بيخلص بيروح عامل ديس انفكشن للشيك جايد بتاعه، ان هو بيبتدي يعمل سبراينج للكحول او بيبتدي يعمل سبراينج للجلوترالدهايد او بيبتدي يعمل سبراينج على الشيك جايد باي نوع من انواع الديس انفكتنت ماتيريالز. ودي في حد ذاتها من اكتر الحاجات اللي بتاثر على الايجنج السريع للشيك جايد. يعني ايه ايجنج؟ يعني الشيك جايد يتغير لونه، يتغير في طبيعة الماتيريال بتاعته، فبالتالي اللون نفسه أو الدرجة بتاعت اللون هتختلف. فما تيجي حضرتك تختار الشيد هتختاره بشكل خاطئ. ليه؟ لأن انت هتختار الشيد مش هو الشيد الطبيعي بتاع اللون، هو شيد متغير. اوكي، اتكلمت على الكالر ستابيليتي للشيد جايد والتاثير بتاعها على الايجنج. ولكن من ضمن المعلومات اللي احنا لازم نطلع بيها النهارده من اللايف ده بعض المسميات، زي ما اتكلمنا على بعض المسميات في بدايه البرزنتيشن، والنهارده برضو هنتكلم على مسمى اللي هو بنسميه دلتا اي.
اللي هو الكالر ديفرنس. الكالر ديفرنس، الكالر ديفرنس ده اللي بيستخدم في ابحاث كتير جدا لما بنيجي نعمل شيد ماتشنج، او بنيجي نختار الشيد جايد بتاعنا، او بنختار الشيد بتاع الماتيريال بتاعتنا، ونبتدي نشوف الفرق ما بين تو ديفرنت ماتيريالز، او نبتدي نختار الدلتا اي، او نشوف الدلتا اي بتوين تو ديفرنت ماتيريالز. فبالتالي بشوف الدلتا اي اللي هي بتبقى عباره عن يعني معادله او ايكويشن ما بين الدلتا ال اللي هو الفاليو، ال دي بنرمز ليها للفاليو اللي هو اللايتنس او الداركنس، والدلتا اي اللي هو الريد جرين كالر اللي هو الريد والجرين، الوان الريد والجرين اللي موجوده في الكالر، والدلتا بي اللي هو الفرق ما بين اللونين في البلو يلو كالرز. انا بس بقول المسميات دي او بقول الرموز دي معناها ايه علشان لما نيجي نتكلم بيها نقول البحث ده قال الدلتا اي بتاعته كذا، او نقول الدلتا اي كذا او الدلتا بي كذا، نبقى فاهمين هي ايه الرموز دي. يبقى اذا الدلتا ال هو الفاريشن ما بين البيفور والافتر بتاع الفاليو، الدلتا اي الديفرنس او الفاريشن ما بين البيفور والافتر بتاع الريد جرين، الدلتا بي هو الديفرنس او الفاريشن ما بين التو كولرز او التو ماتيريالز في البيفور والافتر في البلو يلو. اوكي طيب، عندنا طبعا بعض المشاكل اللي بتقابل بعض الاوبزرفرز زي اطباء الاسنان، طبعا عندهم في جزء كبير منهم عندنا مشاكل في الكالر فيجن، فبالتالي هنلاقي ان في نسبه كبيره جدا من الميلز عندهم كالر نوع من نوع من انواع الكالر بلايندنس اللي هو عمل الوان، وده حاجه بتبقى موجوده في نسبه كبيره جدا من الميلز عن الفيميلز. يعني الفيميلز بيبقوا عرضتهم اقل بكتير جدا من الميلز في موضوع الكالر بلايندنس، فبالتالي حتى يعني الحكمه اللي احنا كلنا عارفينها ان دايما الفيميلز اختيارهم للالوان بيبقى افضل بكتير جدا من الميلز، وده نتيجه ان الميلز عندهم 8% من الميلز عندهم نوع من انواع الكالر بلايندنس اللي هو اختلاف الالوان او عمل الوان اللي احنا بنقول عليه، وده بيبقى فيه فاريشن في البرسبشن ما بين الريد والجرين. فالريد والجرين بيبقى فيهم مشكله في الاختيار، او بيبقى فيهم مشكله في البرسبشن، فبالتالي اللون ما بيبقاش اختياره مظبوط، فبالتالي احنا بنعتمد على اتنين او ثلاثه بيختاروا اللون مع بعض لما نكون في العياده، بنعتمد على النيرس اللي موجوده، او بعتمد على الاسيستنت اللي معايا ان احنا نختار اللون مع بعض بشكل سليم علشان نتجنب جزئيه الكالر بلايندنس. الاكروماتوبسيا ده واحد من الكالر فيجن بروبلمز، زي بنشوف كاننا بنتفرج على فيلم ابيض واسود نيجاتيف، واللي عنده اكروماتوبسيا ده بيبقى عنده مشكله ان هو بيبقى شايف الاوبجكتس ابيض واسود فقط، ما فيش الوان تماما، وبالتالي ده مش هيقدر اصلا يختار شيد. نيجي بقى على الاي فاتيج والكالر ايمج، ودي من اكتر المشاكل اللي كلنا بنقع فيها اثناء الشيد سيلكشن. ومن ضمن مشاكل الاي فاتيج والكالر ايمج ان احنا لما بنيجي نختار اللون بنقعد اكتر من 30 ثانيه او يمكن دقيقه في بعض الحالات، او ممكن الاقي حد بيختار اللون في 10 دقائق او 5 دقائق. هو دي ده صح الكلام ده مظبوط؟ لا، الكلام ده مش مظبوط تماما. في اختيار اللون لازم حضرتك لما تيجي تعمل شيد ماتشنج تعمل شيد ماتشنج في مده لا تتجاوز السبعة أو 10 ثواني عشان تختار اللون سريع جدا وبشكل سليم. وهنعرف إزاي النهاردة إن شاء الله الرولز بتاعتنا عشان نقدر نمسك الشيك جايد ونختار اللون بسرعة جدا، وخاصة بالشيك جايد 3D ماستر اللي بلاقي عدد كبير جدا من الزملاء أو الطلبة بتوعي عندهم مشكلة في اختيار اللون بي، لأن هو بيبقى فيه ألوان كتير جدا وجروبس كتيرة جدا، فبيبقى فيه مشكلة في اختيار اللون بي. فإذا أنا دلوقتي عايز أختار اللون في مدة لا تتجاوز السبع ثواني أو 10 ثواني علشان أتجنب الكالر إيمج. عندنا الكالر سيركل بتاعتنا فيها برايمري كالرز أساسية، ألوان برايمري زي اليلو وزي الريد والبلو، ودي الألوان البرايمري الألوان الأولية الأساسية، وكل برايمري كالر بيقابله كومبلمنتري كالر لون تكميلي. فبالتالي لما حضرتك تركز في اللون مدة طويلة
ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان انت بتشوف اللون التكميلي او اللون الكومبلمنتري للكالر بتاعك. يعني لو جينا نركز مثلا في اللون الريد مده طويله، هتلاقي حضرتك بعد فتره لو جيت بصيت في اي مكان تاني او في اي سنه تانية او في الشيك جايد نفسه، هتلاقي الكومبلمنتري كالر هو اللي بيظهر قدامك، اللي هو اللايت جرين، اللون الاخضر الفاتح. فبالتالي ده بيقودك لان انت دخلت في مشكله اخرى، وهي مشكله الكالر ايمج. ولذلك تعالوا نشوف في الكالر سيركل اللي قصادنا دي، ان عندنا اللون الاورنج بيقابله اللون البلو. فبالتالي لما حضرتك بتجيب الكومبوزيت بتاعك وتحاول انك تعمل ابلكيشن للكومبوزيت، ودي معلومه يمكن معظمنا او عدد كبير مننا يمكن ما يعرفهاش او ما خدش باله منها، ملحوظه مهمه جدا، وهي ملحوظه ان حضرتك لما بتيجي تستعمل الكومبوزيت وبتعمل ابلكيشن للكومبوزيت في الكافيتي بتاعك، اللايت كيور اللي انت بتستخدمه، اللايت سور او اللايت الفلتر بيطلع اللون او بتاع الضوء اللي طالع من اللايت كيور لونه ايه؟ بلو. طيب ليه اللون البلو على وجه التحديد اللي احنا بنفضله او بنستخدمه في اللايت كيور؟ حد سأل نفسه السؤال ده؟ هسهل عليكم الاجابه، وهي ان كومبلمنتري كالر بتاع البلو هو الاورنج او اللايت اورنج، وده اللي بيبقى موجود في ماده الكامفر كينون. ماده الكامفر كينون بتبقى مياله لليون اليلو او الاورنج اللايت اورنج، والكامفر كينون دي ماده موجوده في الكومبوزيت، وده اللي بيعتبر حاجه اسمها كالر انيشيتور. كالر انيشيتور ده او فوتو انيشيتور، ده اللي بيحفز البوليمرايزيشن ستيبس بتاعه الكومبوزيت. فبالتالي احنا حتى في اللايت كيور بنستخدم اللون الازرق علشان الكامفر كينون اللي هو لونه اصفر او اورنج اللي هو موجود في الكومبوزيت. طيب وبالتالي لما بتيجي حضرتك في العياده وتختار الشيد بتاعك، تلاقي ان دايما النصيحه لما تختار اللون وتقعد مده طويله تختار اللون، لازم تفصل وعينك تبتدي تبص على حاجه كالر يبتدي يعمل لك يعني فلتريشن للالوان اللي موجوده، ويبتدي يعمل لك زي اوبتندنس للكالر فيجن بتاعك. فبيبتدي انك تختار اللون وتحط عينك على اوبجكت جراي او لايت بلو، والجراي هو اللي بيبقى افضل ساعتها. يعني يقول لك دايما تبص على حاجه لونها جراي علشان تبتدي الراتنا تبقى يحصل لها كونفرجن، او يبتدي يحصل زي تشبع للالوان اللي موجوده، وتبتدي تختار اللون تاني بشكل سليم علشان ما يحصلش مشكله الكالر فيجن بتاعتك. طيب ليه اللون الجراي على وجه التحديد اللي احنا بنختاره او بنبص فيه او نحب نشوفه بعد لما تختار الشيد في لمده طويله؟ لان اللون الجراي هنا في الكالر سيركل اللي موجوده عندنا دي ملهوش كومبلمنتري، ملهوش حاجه قصاده. لو انت بصيت في اللون الجراي ده تبتدي تشوف حاجه عكسها، زي الريد مثلا لو بصيت فيه مده طويله يبان لك الجرين، او زي الاورنج او البلو لو بصيت له مده طويله ممكن عينك تبتدي تشوف الاورنج، او لو زي اليلو لو بصيت له مده طويله ممكن عينك تبتدي تشوف البيربل. ده الكالر ايمج بتاعتك او الكالر فاتيج اللي بيحصل. يبقى اللون الجراي من اكتر الالوان اللي انت لو حسيت ان حصل لك كالر ايمج او كالر فاتيج تبتدي تبص في اللون الجراي لفتره لمدة 30 ثانية، وتبتدي بعد كده تختار الشيد من الأول تاني. التست اللي قصادنا ده تست بيؤكد لك قد إيه الكالر فاتيج أو الكالر إيمج سهل جدا يحصل لك خلال 30 ثانية، يمكن أقل من 30 ثانية في بعض الحالات. فتعالوا نبص على التست اللي قدامنا ده. التست اللي قدامنا ده لو حضرتك بصيت على أي حرف من الحروف اللي قصادنا دي اللي هي ألوانها اللون الأحمر، وابتديت تركز على أي حرف، كل واحد فينا كده يبص على حرف ويركز فيه لمدة لا تتعدى 30 ثانية. تعالوا نركز كده على الحرف ده، كل واحد يركز على أي حرف. أنا أركز على حرف الاس مثلا، في حد يركز على حرف الاي أو التي، أي حرف من الحروف دي نبتدي نركز عليها مدة طويلة وعينك ما تتحركش لأي مكان تاني. مركز على الحرف ده وهتبتدي تبص عليه كويس جدا لمدة 30 ثانية،
بعد 30 ثانية لو احنا غيرنا الشاشة بتاعتنا وابتدينا نشوف اللون دلوقتي اللي هيظهر ايه، هنلاقي اللون اللي بيظهر دلوقتي هو الكومبلمنتري كولر، اللي هو اللون التكميلي، اللي هو هيبقى ميال شيء بسيط لللايت جرين لو احنا بصينا للباك جراوند البيضة اللي هتظهر دلوقتي. يبقى إذن التست ده بيأكد لي ايه؟ بيأكد لي ان انا لو بصيت للون بتاعي لمدة طويلة، او ابتديت ان انا اعمل ستارنج اركز في اللون ده مدة طويلة جدا، يبقى اذا انا هشوف الكومبلمنتري كالر ايمج بتاعتي، هشوف اللون التكميلي للون بتاعي. طيب جينا من فترة كبيرة جدا او من سنوات كتيرة، كان في على الفيسبوك ايرا كده حصلت كده، ان الناس ابتدت تتكلم على دراس كان موجود في احد المحلات، وفي ناس شافته باللون الجولد جولد وايت، وفي ناس تانية شافته باللون البلو بلاك. طب لما تيجي عايزين دلوقتي نشوف اللون اللي ظاهر ده، هل هو اللون ده كان ميال للبلو بلاك ولا ميال للجولد وايت؟ فقال لك ان الشيد ماتشنج هنا مش بيعتمد فقط على الاوبزرفر وعلى اللايت سورس وعلى الاوبجكت، لا ده في فاكتور، يمكن فاكتور رابع موجود. الفاكتور الرابع ده فاكتور ليه علاقه بالكالر بيرسبشن، اللي هو المنتال كالر بيرسبشن، او ان اللي بيختار اللون او بيشوف اللون منتالي هو اتعود يشوف اللون في الدي لايت، ولا اتعود يشوف اللون في الانكانديسنت لايت او الفلوريسنت لايت، وبالتالي هيبقى ينطبع الكلام ده على اختياره للالوان فيما بعد. يعني بعض الناس اللي شافت اللون بتاع الدرس ميال اكتر للبلو بلاك، الناس دي كانت صح مش غلط، والناس اللي شافته ميال اكتر للجولد وايت برضو الناس دي كانت صح مش غلط. ولكن الفرق بين الاشخاص دي ودي ان الاشخاص اللي شافته باللون البلاك دي اشخاص دايما بتعمل شوبينج في الفترات اللي فيها incandescent لايت او الفترات المسائيه، ما بيشوفوش الدي لايت فترات طويله، فابتدى يحصل لهم زي mental color perception ان هم ابتدوا mentally الالوان دايما بتبقى مياله او اختيار الالوان بتاعتهم مياله للدارك اكتر. وده بيدخلنا في بارامتر رابع ما كانش موجود، وهو mental color perception، ودي حاجه برضو هتفرق معانا في اختيار الشيد. لذلك فاحنا بنتكلم دلوقتي على اللايت سورسز، منها الانكانديسنت لايت، وده بيخليك تختار دايما اللايت الكونسنتريشن بتاعته مياله لليلو ويفز او الاورنج ويفز، وده مش سوتبل خالص للشيد ماتشنج، مش طبيعي ان احنا نختار الالوان في الانكانديسنت لايت. الفلوريسنت لايت وده ميال اكتر للبلو بلاك، فحضرتك ما ينفعش برضو تختار اللون بتاعك في البلو ويفز اللي هي الفلوريسنت لايت، وخاصه لو كان البيشنت بتاعك ده قاعد دايما في الدي لايت او قاعد في الانكانديسنت لايت او بيمارس شغله وعمله في الدي لايت، وحضرتك تختار له الشيد في الفلوريسنت لايت اللي هو نور الضوء بتاع العياده، فده مش هيبقى سليم ومش هيختار لك شيد بشكل مظبوط. اخيرا الناتشرال داي لايت، وده بيبقى في الفترات ما بين الساعه 10 صباحا الى 12 ظهرا، والشيد ماتشنج المفروض يتعمل في الفتره دي. يعني لما نيجي نختار شيد المفروض ان انا اختار الشيد للمريض بتاعي في الفتره دي، اقول له هختار لك الشيد في الفتره ما بين الساعه 10 صباحا ل 12 ظهرا، وهي ده الشيد ماتشنج السليم في الناتشرال داي لايت، الضوء الطبيعي اللي بيبقى موجود فيه كل الالوان، مش ميال للون الاورنج او ميال للون الدارك. الميتاميريزم، ودي خاصيه موجوده في معظم الماتيريالز اللي موجوده عندنا، ودي ريليتد اكتر لللايت سورس بتاعنا. ممكن تو اوبجكتس يبانوا عندنا بنفس الشيد تحت لايت سورس معين، ولما اجي اخد التو اوبجكتس دول واعرضهم للايت سورس تاني مختلف يبانوا بالوان مختلفه او يبانوا بفاليو مختلفه.
وعلشان كده بنقول الميتاميريزم دي خاصية احنا مش هنقدر نتجنبها بشكل كبير الا اذا احنا اضطرينا نختار اللون تحت different light sources. يعني لما تيجي حضرتك تختار الشيد والبيشنت بتاعك ده بيقول لك انا بقعد في الفلوريسنت لايت، انا شغال موظف في بنك مثلا بقعد دايما في الفلوريسنت لايت وبقعد فترات برضو طويلة في الدي لايت، يبقى حضرتك لازم تختار الشيد بتاعك في الدي لايت وتختاره برضو في الفلوريسنت لايت، وممكن نبتدي نعمل ميرج ما بين اللونين اللي احنا اخترناهم، او بنطلب من اللاب بتاعنا ان هو يبتدي يعمل بلندنج ما بين الباودرز بتاعت تو ديفرنت كالرز اللي احنا اخترناهم. في بعض الدول اللي بيبقى فيها مشكله شويه في موضوع الدي لايت، زي الدول اللي ما بيظهرش فيها ضوء الشمس او الدي لايت يعني خلال سنة فترات طويله من السنه ما بيظهرش ضوء الشمس في الدول دي، فابتدوا ان هم يفكروا في موضوع الارتفيشال دي لايت، ان هم الضوء الخاص بالغرف او الاوفيس او العيادات يكون ميال لنفس الكلفن تمبريتشر بتاعه الدي لايت اللي هي وذن من 5500 كلفن تمبريتشر لحد 6000 كلفن تمبريتشر، اللي هي نفس شده الاضاءه او درجه حراره الضوء الطبيعي للناتشرال دي لايت. وعلشان كده ابتدوا ان هم يصنعوا لايت سورسز، ودي يعني كوركتد لايت سورسز ليها نفس الدي لايت كلفن تمبريتشر، عشان نقدر نختار الشيد واحنا مش فارق معانا بقى ضوء الكلينيك او فارق فلوريسنت لايت، احنا يهمنا ان الدي لايت بتاعنا او اللايت سورس يطلع لنا ضوء مشابه لدرجه حراره الناتشرال دي لايت. يبقى اذا السي لاب سيستم او اللي بنسميه الانترناشنال كوميشن اون اليمينيشن، وده منظمه ابتدت ان هي ترتب موضوع اختيار اللون وترتب موضوع توزيع الكالر بيرسبشن زي ما احنا شايفين هنا كده في الواي زد اكس واي زد بارامترز الموجوده دي، زي ما احنا شايفين الدلتا ال اللي هي بتمثل الوايت او الفاليو، وعندنا الدلتا اي ودي اللي بتمثل الريد جرين، والدلتا بي اللي بتمثل البلو يلو. زي ما احنا شايفين الايكويشن بتاعتنا اللي احنا اتكلمنا فيها، والايكويشن دي هي الايكويشن اللي دايما بنستعملها في الابحاث بتاعتنا لما بنيجي نعمل كالر فاريشن او بنشوف الكالر ديفرنس ما بين التو اوبجكتس. الترانسلوسنسي او الديجري اوف لايت ترانسميشن اللي هو ازاي التوث بتاعتي او ازاي الكالر بتاعي بيبقى ميال للترانسلوسنسي اكتر، هل الكالر بتاعي ده ميال للترانسلوسنسي اكتر او الترانسلوسنسي ديفرنس فيه قد ايه، الشفافيه اللي موجوده في اللون ده قد ايه، وده اللي بنسميه الترانسلوسنسي بارامتر اللي هو الديجري تو ويتش ذا لايت از ترانسميتد راذر ذان ابزوربد اور ريفلكتد. يبقى الضوء بتاعي اللي هيعدي في الماتيريال دي هيحصل له ترانسميشن ولكن مش هيحصل له لا ابزوربشن ولا ريفلكشن. تمام، نيجي على مسمى اخر من المسميات اللي بنستعملها في الفوتوغرافي او في الكالر بيرسبشن اللي بنسميه كالر ريندرينج اندكس، وده هنلاقيه دايما في الفوتوغرافي او في الكاميرات اللي احنا بنصور بيها. الكالر ريندرينج اندكس ده بيبقى ميال اكتر ان اللون بتاعي يبقى فيه فاليو او فيفيد كالر، يعني اللون كوانتيتيفلي بيمثل او الضوء اللي نازل على الاوبجكت بيبرمت اللون الحقيقي او الفيفيد كالر بتاع الماتيريال نفسها. والكالر ريندرنج اندكس ما بين 90 ل 100
ده الكالر ريندرنجز المظبوط اللي اقدر اقدر اصور بيه اوبجكت ويبان بنفس الايفكت او بيبان بنفس الكالر كوانتيتيف ميجرز اللي انا عايزها، زي ما احنا شايفين الفرق ما بين الاوبجكتس الموجوده تحت دي كلها. كالر ريندرنج اندكس 70 او 80 او 90، زي ما احنا شايفين ال 90 او 90 الى 100 ده بيبقى اكتر كالر ريندرنج اندكس بيديني ايفكت للماتيريال ان هي تبان بشكل سليم. وبالتالي لما نيجي نشوف بقى كده الكالر ريندرنج اندكس، لو احنا عايزين نشوف هو علاقته ايه بالكلفن تمبريتشر، هنلاقي ان الكلفن تمبريتشر زي ما احنا شايفين لو ابتدينا من الالف اللي هي على الشمال خالص لحد 10,000 اللي على اليمين خالص، زي ما احنا شايفين من احنا واحنا بنتحرك من الشمال الى اليمين، هنلاقي الكالر بتاعنا من المور انكانديسنت الورم كالر اللون المصفر او الاورنج بيميل اكتر للبلو او الوايت. كل ما بتحرك ناحيه اليمين كل ما بتحرك ناحيه اليمين اللون بيبقى وايتر اكتر، ثم هيبتدي يتحول للون البلو. احنا مش عايزين اللون اللي هنختاره او مش عايزين الشيد ماتشنج اللي نعمله يبقى تحت اللون الانكانديسنت الورم ولا يبقى تحت اللون البلو او الوايت كالر اللي قصادنا. احنا عايزين حاجه لون في المنتصف اللي هو ما بين 5000 ل 6000 كلفن تمبريتشر، علشان كده بنقول ان هو ده الكوركتد داي لايت او مشابه للداي لايت سورس. اوكي، فلما نيجي نشوف بقى كده عندنا التوث مابينج، عشان في ناس كتير كانت بتسال على موضوع التوث مابينج، والتوث مابينج ده المقصود بيه ان انا هبتدي ان انا اقسم التوث بتاعتي لديفرنت ارياس او ديفرنت positions according للشيد ستينز اللي موجوده او الهالو ايفكت او البلو او جراي ستينز او الترانسلوسنت ارياس او الماميلونز ايفكت. كل الحاجات اللي موجوده قصادنا دي كلها حاجات بنحاول ننقلها للتوث ستراكشر بتاعتنا بنفس الايفكت وبنفس الطبيعه زي الادجيسنت توث بالظبط، وده اللي بنسميه توث مابينج. علشان كده لما يجي حد يسالني يقول لي مثلا هو انا لما بختار الشيد بختار الشيد اكوردنج لثلاثه بارامترز او ثلاثه ارياس اللي هي مثلا السيرفايكال والميدل والانسايزل، ولا بختار لون واحد هو سنجل كلر او سنجل شيد بس في التوث ستراكشر كلها، ولا بختار 10 الوان ولا 9 الوان ولا بختار ايه بالظبط. زي ما احنا شايفين كده انا ببتدي اعمل توث ماب وابتدي ان انا اخطط فيها الاماكن اللي فيها ستينز او الاماكن اللي فيها ديسكالريشن، بالاضافه طبعا للباك جراوند اللي موجوده عندي اللي هي الباك جراوند ستراكشر اللي هو اللون الاساسي بتاع الدنتين او البادي بتاع التوث ستراكشر. طبعا الفوتوغرافي شيء مهم جدا، بنبتدي نختار الشيك جايد بتاعنا او بنختار الشيد بتاعنا اكوردنج للشيد بتاع توث ستراكشر بمساعده طبعا الوايت بمساعده الوايت بالانس او بمساعده البارامترز بتاعه الادجستمنت اللي موجوده في الكاميرا بتاعتي. انا طبعا في الادجستمنت اللي بعمله في الكاميرا بعمل وايت بالانس لو انا مثلا بصور بمساعده الانكانديسنت لايت اللي هو لونه اورنج شويه، فببتدي اعمل وايت بالانس عشان ابتدي ان انا الكالر او الشيد بتاع التوث ستراكشر بتاعتي في الصوره يبان نيوترال او يبان متوسط ما بين الانكانديسنت والفلوريسنت، ما يبقاش لونه باين اكتر اورنج او باين اكتر ناحيه البلو. كده احنا اتكلمنا يعني ايه بدايه عن الفيجوال شيد ماتشنج، ولكن ابتدى يظهر حاجه اسمها الانسترومنتال شيد ماتشنج زي سبكتروفوتومترز. السبكتروفوتومترز منها طبعا الايزي شيد والكريستال اي، الحاجات دي كلها من ضمن الاجهزه اللي ممكن نستعملها كبديل للفيجوال شيد ماتشنج، ولكن هتقابلنا فيها مشكله فيما بعد ان الحاجات دي بتحتاج كاليبريشن كل فتره، وطبعا لو حضرتك جيت اخترت بيها الشيد على فترات طويله وما عملتش كاليبريشن هتقابلك مشكله كبيره جدا في الحالات اللي زي كده، ان الاجهزه دي هتبتدي تدي لك قرايات خطا وهتبتدي تدي لك قرايات مش مظبوطه، وبالتالي انا ما اقدرش اعتمد عليها بدون كاليبريشن.
ظهر في مؤخرا يعني من ضمن الانسترومنتال شيد ماتشنج حاجه اسمها طبعا الديجيتال كاميرا، احنا بنستخدمها. هل هنستخدمها في الشيد سيلكشن ازاي ونعمل ايه بالظبط؟ برضو هنعرف دلوقتي. من ضمن الانسترومنتال شيد ماتشنج سيستمز الديجيتال كاميرا مع الايمجينج سيستم اللي هو بنسميه الاي لاب، وده بيبقى عباره عن سوفت وير اللي هو زي الفوتوشوب كده، واسمه لايت روم، ادوب لايت روم. وده بنستعمله ان احنا بنحط فيه الصوره الخاصه بالاوبجكت اللي احنا صورناه، وبنبتدي نضيفها للايت روم اللي هو الفوتوشوب، وابتدي ان انا اختار الشيد عن طريق الفوتوشوب اللي موجود بمساعده طبعا الدلتا اي اللي هو الاي والبي والال اللي احنا اتكلمنا عليهم. هنشوف ازاي طبعا لفيديو تفصيلي جدا ازاي الموضوع ده بيمشي او ازاي بيتعمل. الفيديو بس بيحمل يا دكاترة. زي ما احنا شايفين هنا اللي قصادنا هنا ده الناتشرال داي ماتيريال اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول، وقلنا الناتشرال داي ماتيريال قلنا الناتشرال داي ماتيريال دي اللي بنستعملها، وبتمثل التوث ستامب شيد جايد اللي احنا اخترناه واخترنا بيه التوث ستامب بريباريشن او التوث ستراكشر بريباريشن اللي احنا عملناها. بنبتدي ان احنا نختار التوث ستامب ماتيريال بالشيد جايد الخاص بالتوث ستامب، وهبتدي ان انا اعمل او اجيب ماده زي الكومبوزيت كده، ببتدي ان انا املى بيها السبيس بتاع البريباريشن، واغطي الجزء السيرفايكال بالواكس اليوتيليتي واكس العادي بتاع البايت ريجستريشن اللي هو بتاع البروثيدس، وبعد كده هبتدي اصب الماتيريال بتاعتي بالجبسم او بالبلاستر بتاعي، وابتدي اعمل تريمنج للكاست كده. الكاست بتاعي بقى كاست بيمثل نفس الاستراكشر بتاعت التوث استراكشر البريباريشن بتاعتي بنفس الشيد بتاع الدنتين والانامل والجنجفا. وهنا زي ما احنا شايفين الكراون بتاعي خلاص بعد لما احنا حطيناه على الكاست. وزي ما انتم شفتوا اللي احنا صورناه ده كان بنسميه الوايت بالانس كارد او الجراي كارد. الوايت بالانس او الجراي كارد ده
ده بنستعمله في الشيد ماتشنج، وده يعني يعني لو اتيحت فرصة برضو ان احنا نتكلم عليه باستفاضة في مرة مقبلة نتكلم عليه باستفاضة ان شاء الله. الجراي كارد ده من الحاجات المهمة جدا اللي احنا بنختار بيها الشيد او بنعمل بيها ماتشنج للكالر على الفوتوشوب. زي ما انتوا شايفين هنا كده الجراي كارد اللي قصادنا ده، الجراي كارد ده بيبقى ميجرد ال والاي والبي فاليوز اللي احنا اتكلمنا عليهم، دول اللي هو دلتا ال والدلتا بي والدلتا اي. الدلتا ال بتبقى within 75 في الشيد ده درجتها بتبقى 75 درجة، ودي بتبقى ميجرد او بتبقى ستاندردايزد على الكارد ده. والال والاي والبي بيبقوا زيرو. فاحنا الكارد ده هو يعتبر بري ميجرد كارد، هو بري ميجرد كارد، فبالتالي الوانه او الكالر ديفرنس فيه ثابت. لما بنيجي نختار الشيد احنا بنصور الكارد ده عن طريق البولارايزد لينس، بنصور بيه التوث ستراكشر بتاعتنا، يعني بنحط الكارد ده جنب التوث ستراكشر وابتدي اصور اخد صوره وابتدي اشوف زي ما انتم شايفين هنا اهو في الفيديو اهو ال ال بتاعتي 77 هي اراوند 75 يعني الاي 5 والبي 16. احنا عايزين الاي والبي وذن زيرو علشان الميجرز تبقى مظبوطه او الكارد بتاعي يبقى الميجرز بتاعته مظبوطه، الزيرو ال الزيرو اي وزيرو بي والال بتاعتي وذن 75. ده كده الكارد بتاعي ببتدي ان انا اظبط الدرجه بتاعته على اللايت روم فوتوشوب، وهبتدي ان انا اميجر التوث ستراكشر بتاعتي والال والاي والبي بتوعها قد ايه. هنا احنا داخلين في مرحله اسمها ديجيتال تراي ان، والديجيتال تراي ان ده من المراحل المتقدمه شويه للشيد ماتشنج، ان احنا بنقدر نعمل ديجيتال تراي ان للحاله بتاعتنا على الفوتوشوب قبل ما اعرض الحاله للبيشنت بتاعي او قبل ما امسك الكراون كده اعمل له ابلكيشن او اعمل له انسرشن انترا اورال. فدي حاجه ممكن نبقى برضو يعني الوقت يساعدنا ان شاء الله في مره من المرات المقبله نتكلم عليها باستفاضه، وازاي ان احنا نقدر نختار الشيد بشكل سليم بمساعده الجراي كارد او بمساعده اللي بنسميه الويبل كاردز اللي هي الجراي كاردز او الميجرد جراي كاردز. نرجع للجزئية اللي احنا كنا بنتكلم فيها، احنا وقفنا عند الانسترومنتال شيد ماتشنج واتفقنا ان احنا في الانسترومنتال شيد ماتشنج استعملنا السبكتروفوتومتر اللي هو كان في صورة الايزي شيد جايد اللي هو الديجيتال شيد سيلكشن، او ان احنا بنستعمل الجراي كارد مع بمساعدة الديجيتال كاميرا. وطبعا هنا لازم هيكون بنستعين بحاجة اسمها بولارايزد لينس، ودي او البولارايزد فلترز، ودي اللي بنستعملها عشان نقدر ناخد الصورة بتاعتنا بدون اي ريفلكشنز موجودة عندنا من اللايت سورس اللي موجود. لازم الصورة تبقى كومبليتلي فلترد عشان الايمج ما يبقاش فيها اي ريفلكشن وبالتالي يأثر على الشيد ماتشنج بتاعي. اوكي طيب ال3 دي ماستر قصادنا اهو اللي احنا دايما بنختار بيه الشيد في معظم حالاتنا، وال3 دي ماستر ده متقسم ل5 جروبس، 5 مجموعات. المجموعه الاولى اللي هي بنسميها 1M، المجموعه الثانيه اللي هي 2M، المجموعه الثالثه 3M، والمجموعه الرابعه 4M، والخامسه 5M. وعلشان اسهل عليكم المجموعه الرابعه والخامسه دول بيبقوا ميالين اكتر للجراي فاليو، يعني للون الغامق، اللون المور دارك او البلاك
جراي فاليو. فبالتالي لو حضرتك جالك حاله، الحاله دي الالوان فيها لايت او الفاليو فيها عاليه جدا، فبالتالي انا مش هختار او عيني مش هتيجي على الفور والفايف ابدا. والحاله لو جات لي فيري اولد ايج بيشنت مثلا، او عنده ستينز سيفير ستينز، او عنده الكالر هايلي ساتوريتد، يبقى اول حاجه عيني هتيجي عليها في الاختيار هي الفور والفايف. اوكي، ده علشان نسهل على نفسنا الاختيار. طيب لو انا عايز اختار ب 3 دي ماستر، ايه الستبس بتاعتي؟ الستبس بتاعتي ان انا همشي على الكالر بارامتر سيلكشن زي ما احنا اتعلمنا في الاول، وقلنا اول حاجه عيني هتيجي عليها هي الفاليو، ثم الكروما، ثم الهيو. الفاليو يعني ايه؟ يعني عيني هتيجي على اعلى سنه في كل جروب. مين اعلى سنه في كل جروب؟ اللي هي اعلى سنه في جروب رقم واحد، اعلى سنه في جروب رقم اثنين، وجروب ثلاثه واربعه وخمسه. اذا عيني هتيجي على كم سنه في الفوق هنا كده؟ هتيجي على اعلى خمس اسنان موجوده في الجروبس كلها. يعني انا عيني هتيجي على خمس اسنان فقط في الشيد تيبس اللي موجوده دي كلها. يبقى اذا لما باجي اختار الشيد، اول حاجه عيني هتيجي على اعلى خمس اسنان في الشيد جايد، وهبتدي اختار الشيد على اساسها. ثم هبتدي اختار البارامترز الثاني اللي هو الكروما. والكروما بعد لما بختار الفاليو، واقول مثلا ان الشيد رقم 3 او الجروب رقم 3 هو الجروب المناسب للشيد سيلكشن بتاعي، يبقى هبتدي اطلع التيبل في النص اللي هو فيه 3 مع بعض ده، وافتحه كده زي الفان زي المروحه، وهبتدي اختار الكروما بتاعتي. تشبع اللون، هل هو ميال للشيد الاول ولا الثاني ولا الثالث؟ اخترت الكروما وعرفت خلاص ان الكروما دي هي اقرب حاجه للكروما الخاصه بالتوث ستراكشر اللي انا بختارها على اساسها. اوكي، لقيت الكروما مش مناسبه قوي، هبتدي ان انا اختار او اقارن ما بين المجموعتين اللي على اليمين والشمال، اللي هم بسميهم ايه؟ ال والار جروبس، اللي معمول عليهم دايره بالاصفر والاحمر. ال والار جروبس يعني ايه؟ ال يعني يلو، ويعني ايه ار؟ يعني ريدش. يبقى اذا انا هبتدي ان انا اختار من المجموعه اللي على اليمين وعلى الشمال. انا كده دخلت في البارامتر الثالث اللي هو بنسميه الهيو بارامتر، اللي هو اللون بقى. هل اللون بتاعي ميال لليلو اكتر ولا للريد اكتر؟ يبقى هو ده اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، اللي هو الهيو البارامتر الثالث. يبقى تعالوا تاني نراجع. اول حاجه هبتدي اختار الفاليو، اعلى سنه في كل جروب هي عيني هتيجي عليها في الاول، وهبتدي اختار الفاليو. وبعدين هبتدي اختار الكروما اللي هي واحده من الثلاثه اللي في النص بتوع المجموعه اللي انا اخترتها. ثم البارامتر الثالث اللي هو الهيو، هل هو اللون بتاعي ميال لليلو اكتر ولا للريد اكتر؟ فهبتدي اقارن ما بين المجموعات الايه المتقاربه. فبالتالي احنا عندنا زي ما اتفقنا في الاول خالص، عندنا اكتر من شيك جايد بنتعامل بيه او بنستعمله. الشيك جايد الاول اللي هو ال 3 دي ماستر او الفيتا كلاسيك شيك جايد. في عندنا حاجه اسمها البليتش شيد جايد، وده بيبقى فيه الالوان المياله للبليتش وكانك عامل بليتشنج للتوث ستراكشر بتاعتك. وعندنا الدنتين شيك جايد اللي هو بنسميه ناتشرال داي شيك جايد، اللي هو بيمثل التوث بريباريشن شيك جايد، اللي هو كانك بالظبط عملت بريباريشن والسنه بتاعتك بعد البريباريشن لون الدنتين ايه بالظبط، فده ليه شيك جايد مختلف. وده بنستعمله مع الحالات اللي بيبقى فيها بريباريشن وحضرتك عايز تعمل عليها اي ماكس كراون، او عايز تعمل فيلد سباتيك كراون، يعني كراون بيبقى ترانسلوسنت او شفاف، فبالتالي محتاج انك تعرف لون التوث بريباريشن علشان لما تيجي تختار اللون بتاع الكراون وتعمل سيمنتيشن ما تتفاجئش ان لون الكراون شافف او عامل شو للباك جراوند اللي هي اليلو باك جراوند اللي موجوده. الشيد مابينج اتكلمنا عليه، وقلنا ان احنا ممكن نقسم الشيد بتاعنا او التوث ستراكشر لثلاث اجزاء موجوده في الليبيال سيرفيس. الثلاث اجزاء دول اللي هم السيرفايكل والميدل والانسايزل، او ممكن نقسمه لتسع اجزاء. يعني الثلاث اجزاء اللي بالعرض هيبقى فيه ثلاث اجزاء بالطول، ميزيال وديستال وميدل.
وطبعا اللاب لازم يبقى السنسيتيفيتي بتاعته عالية جدا، ويبقى اللاب يعني هايلي تالنتد عشان نقدر ان احنا نختار الالوان، ونبتدي مش بس نختار اللون، ان احنا كمان نعمل حاجة اسمها كاركترايزيشن للتوت ستراكشر. والكاركترايزيشن ده بيتم ازاي؟ بانك تبتدي تعمل الكريز لاينز، اللي هي خطوط لو في كراك لاينز مثلا، او في بلو ديسكلاريشن او يلو ديسكلاريشن او براون او وايت هايبوكالسيفيكيشن سبوتس. وزي ما اتفقنا احنا اتكلمنا برضو على الفيتا ايزي شيد، ده شكل الفيتا ايزي شيد جايد، وده في الشيد جايدز الخاصه بال3 دي ماستر والفيتا كلاسيك لو انت حابب تختار بالشيد ده او الشيد ده، ولكن مشكلته انه بيحتاج كاليبريشن باي تايم. نيجي على تريك بقى مهمه جدا برضو محتاج ان انا اقولها لكم النهارده، وهي التريك الخاصه باختيار اللون، او ازاي بعمل ابلكيشن للشيد جايد بتاعي على التوث ستراكشر. وطبعا لما بنيجي نختار الشيد، بلاقي معظم الزملاء لما بيختار الشيد بتاعه بيبتدي ان هو يعمل ابلكيشن للشيد جايد adjacent او ميزيال او ديستال للتوث اللي هو بيختار على اساسها. وطبعا ده غلط جدا، لان البين اوكيولر ديفرنس، ودي مشكله بتحصل لما حضرتك بتحط اللونين جنب بعض او بتحط تو ماتيريالز او تو اوبجكتس جنب بعض، بيقابلك مشكله في الموضوع ده، ان الاوبجكت اللي ناحيه اليمين دايما بتشوفه مور لايتر عن الاوبجكت اللي ناحيه الشمال. فبالتالي لما بنيجي نختار الشيد، الصح انك تحط الشيد جايد بتاعك تحت التوث ستراكشر اللي هتختارها على اساسها، او فوق التوث ستراكشر اللي هتختارها على اساسها، ما تحطهاش يمينها او شمالها. فبالتالي لو طبقنا فكره البين اوكلر ديفرنس دي، يعني حضرتك حطيت الشيك جايد جنب التوث ستراكشر سواء على اليمين او على الشمال، هتلاقي دايما الشيد اللي انت بتختار بيه افتح او لونه افتح من التوث ستراكشر اللي انت بتختار على اساسها، وبالتالي ده ممكن يقودك ان انت تختار شيد بشكل خاطئ، وتبتدي تبلغ المعمل بتاعك بالشيد الخاطئ، فتتفاجئ ان الريستوريشن بتاعتك لونها اغمق من الطبيعي، لان حضرتك اصلا اخترت وطلع الشيد بتاعك كان لونه فاتح وهو مش فاتح. هو في الحقيقه ان انت حطيته بشكل غلط واخترت بشكل غلط. المفروض ان احنا بنعمل ابلكيشن للشيد جايد بنبقى عاملين بليسمنت للشيك جايد فوق التوت ستراكشر او تحتها، مش يمينها او شمالها. زي ما احنا شايفين في الصوره هنا، واحنا بنختار الشيد بتاعنا بنبقى عاملين ابلكيشن للشيك جايد ابيكال للتوث ستراكشر او كورونا للتوث ستراكشر مش جنبها. هنا دي كيس قابلتنا وكان فيها مشكله ان عندها واحده من الابارتمنتس كان فيها اندو تريتمنت ومحتاجين ان احنا نعمل سنجل كراون، وهنا التشالنج انك تعمل سنجل كراون بنفس الشيد بتاع الادجيسنت. هبتدي الاول البروتوكول اللي انا دايما بحب استعمله في الحالات اللي زي دي، ان انا بختار الشيد بتاع الباك جراوند اللي احنا بنشتغل على اساسها. الشيد بتاع الباك جراوند هنا هيبقى الاي 1، هو الشيد بتاع الباك جراوند. طلبت من اللاب بتاعي يعمل لي اي ماكس كراون اي 1، وهبتدي ان انا اخد الكراون بتاعي وهبتدي ان انا اعمل له كاركترايزيشن فيما بعد. ببتدي اعمل الاول التراي ان، بجرب التراي ان انترا اورال، التراي ان اللي قصادنا اللي متشاور عليه بالسهم الابيض. ابتدي ان انا اجرب التراي ان بتاعي، وهبتدي ان انا اعمل مانيوال جروفز، او ببتدي اعمل مانيوال تيرشري اناتومي على الليبيال سيرفيس، سواء جروفز او ماميلونز او كراك لاينز او اي حاجه بعملها بايدي على الليبيال سيرفيس بالسترين هاند بيس عشان امامك الادجيسنت توث ستراكشر بالظبط. وبعد كده ببتدي ارجع الكراون لللاب تاني واقول له والله انا محتاج ستين في المنطقه دي، او محتاج هايبوكالسيفيكيشن في المنطقه دي، او محتاج ان انا اعمل بلو ستين في الليبيا او الانسايز سيرفيس، تو جين فاينلي الاوت كم اللي قصادنا ده، ان كده يبقى التو كراونز بيبقوا ايدنتيكال كراونز بنفس الشيد بنفس الاناتومي بنفس التوشري اناتومي، مفيش اي اختلاف ما بينهم تماما. وبالتالي اقدر ان انا احصل على شيد ماتشنج بشكل سليم زي ما احنا شايفين في الكيس اللي قصادنا دي.
بكده نبقى خلصنا الجزئية الأولى الخاصة بالشيد ماتشنج واستعمال الشيد جايدز المختلفة، وإزاي أقدر إن أنا أتعامل مع الشيد جايدز اللي موجودة في الماركت بشكل سليم، إزاي إن أنا أقدر أختار الشيد بشكل كويس جدا مع 3D Master Shade Guide، وأقدر أستعمل الشيد جايد ده بالترتيب اللي إحنا اتكلمنا بيه. لو عندي الفيتا كلاسيك شيد جايد، إزاي أرتب الفيتا كلاسيك شيد جايد بالترتيب المنطقي اللي احنا عارفينه، اللي هو من الفاليو الاعلى للفاليو الاقل، واحنا عرفنا ازاي النهارده نقدر نعملها. ازاي ان انا اقدر اعمل شيد مابينج او اقدر اعمل توث مابينج بشكل سليم وابعتها لللاب واقول له محتاج الشيد بتاعي ياخد الشكل ده. لو انا عندي سنجل توث انتيرير، ازاي اقدر ان انا اختار الشيد واتجنب البين اوكيولر ديفرنس، واقدر ان انا اعمل كاركترايزيشن وتراين بشكل سليم عشان اوصل للفاينل ريزلت اللي بالشكل ده. اتكلمنا على الانواع المختلفه للانسترومنتال شيد ماتشنج زي الكاميرا او ديجيتال كاميرا، واستخدمنا ازاي سبكتروفوتومترز اللي هو زي الايزي شيد جايد وكل الجايد لاينز الجديده اللي احنا بنتعامل بيها، وطبعا الجراي كارد. ويمكن الجراي كارد معلش هو فيه صعوبه شويه عند البيجنرز اللي هم بس يعني لسه الدنيا مش واضحه بالنسبه لهم، ازاي نتعامل بالجراي كارد والحاجات التكنيكال الجديده شويه دي في موضوع الشيد ماتشنج. ودي ان شاء الله ممكن نتكلم في فيديو لوحده تماما عن الجراي كارد وازاي انا اقدر اطبقه على الحاله بتاعتي في الشيد سيلكشن باستخدام الديجيتال كاميرا او الدي اس ال ار كاميرا. النهارده يعني طبعا اتمنى ان السيمينار يكون افاد عدد كبير من الزملاء ويكون اضاف لناس كتير كانت بتسأل ازاي نقدر نختار الشيد بشكل سليم. اتمنى ان شاء الله اشوفكم في لايفز جديدة ودايما في برزنتيشنز مختلفة على التوبكس اللي فيها مشاكل بالنسبة لكم او فيها معلومات يمكن ناقصه شويه عند بعض الدكاتره او الزملاء او الطلبه او كل اخواتنا اللي موجودين معانا في اللايف. اي حد ليه اي استفسار في اي حاجه ممكن يكتب على في كومنت على البوست بتاعنا على الصفحه، وان شاء الله نجاوبه. لو في اي مشكله مقابلاكوا في اي توبيك تاني ممكن تقترحوا برضو علينا اي توبيك فيه مشكلة او صعوبة نقدر نوضحه لكم ونشرحه برضو في لايف تاني ان شاء الله. شكرا ليكم يا دكاترة، وكل سنة وانتم طيبين، واشوفكم على خير.